هذه واحد المبادره طيبه ديال المصلحه التي تعنى بالشؤون الاجتماعيه في الموارد البشريه، باش كنقوموا بواحد الحمله طبيه لفائده الاطر الاداريه والتربويه على المستوى المركزي ديال الوزاره في تخصصات مختلفه، خاصه مرض السكري او الضغط الدموي او امراض الجهاز الهضمي، امراض النساء والتوليد. فكل هذه الاشياء على كل حال كنحتاجوا فيها الى واحد الكونترول، واحد المتابعه دائمه بالنسبه للموظفين ديالنا، الشيء اللي يمكنهم على الاقل باش يعرفوا الوضعيه الصحيه ديالهم، ويمكن لهم في حاله الى وجود حالات معينه يمكن لهم مثلا يتابعوا صحيا مع الطبيب ديالهم. ولكن عموما واحد العمليه ديال التوعيه كيظهر لي مهمه جدا، وكما كتشوفوا كل شيء منخرط للناس ديال وزاره الصحه، الدكاتره في مختلف الاختصاصات، ولا الاخوان اللي هما موجودين في الوزاره في مديريه الموارد البشريه. وكنتمنى لهذه الحمله ان شاء الله كل التوفيق والنجاح. مسرورة بوجودي في وزارة التربية والتعليم، جيت مع جمعية جسر التنبية والتعاون الطبي لمساعدة موظفي هذه الوزارة. بالنسبة يعني الهيئة اللي جابوا لنا هذا النهار، يعني كانت ماكينة مزيانة الصراحة في المستوى، يعني قلبونا لا طونسيون وداروا لنا لي كونستون، عبروا لي السكر، يعني كلشي مزيان الحمد لله. كنحضر لهاد المبادرة اللي من خلالها كان كترقي من الوضعية ديال الموظف، لأنه كيحظى باهتمام كبير. وهاد المبادرة من جسر التنمية والتعاون الطبي، كنشكرهم بزاف، سيرتو هذا نهار تاني في مديرية الموارد البشرية. وكنتمنى إن شاء الله هاد المبادرة تكرر مرات عديدة، حيت كل ما تكررت كل ما كان كيعترفوا بحق ديال الموظفين في الوظيفة العمومية. صراحة مبادرة طيبة، وكاع الموظفين انه حبتوا هذه الفكرة، وكلشي انه استطاع بغى يتطوع بغى انه يشارك في هذه العملية هذه اللي كنتمنوا انها تتكرر دائما. وكنشكروا الناس اللي تعبوا معنا وهذا، وشكرا للجميع.